السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايه لا ننسى الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. في الفيديو ان شاء الله ساشارك معكم اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري، وايضا اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري المحلي الذي سيشارك في بطوله كاس العرب، وايضا نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز اللي عنده مباراه مهمه غدا، يعني مباراه وديه تحضيريه الثالثه على التوالي. ساشارك معكم الموعد الرسمي وايضا حتى القنوات الناقدة، وهل رياض محرز راح يكون أساسي أم لا؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذا القناة مستقبلا. أولا، نجم الدولي الجزائري رياض محرز حاليا يحضر بكل نويات عالية مع نادي مانشستر سيتي للموسم الجديد، خاصة زي المشاهدين يعني أكد حساب نادي مانشستر سيتي صرح قائلا مواصلة العمل والاستعداد، وأرفقت صورة رياض محرز الظاهرة أمامكم بطبيعة الحال، وهذا خير دليل لأنه رياض محرز راه باقي في نادي مانشستر سيتي، وهذا اصبح يعني شيء بديهي للجميع. بقاء رياض محرز اصبح شيء مؤكد ورسمي بطبيعه الحال. ننتقل الان الى الخبر الموالي الذي يتعلق بالمباراه الوديه الثالثه على التوالي لنادي مانشستر سيتي، يعني التحضيريه للموسم الجديد. نادي مانشستر سيتي غدا في ملعب الاكاديميه اللي لعب فيه مباراتين وديتين على التوالي سيلاقي وسيستضيف يعني نادي بلاكبول الذي صعد زوج شاهدين الى درجه الشامبيونشيب، يعني كان في الدرجه الثانيه وصعد الى درجه الشامبيونشيب لكي يلاقي بطل الدوري الانجليزي الممتاز والذي يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز غدا على الساعه 6 بتوقيت الجزائر. اتمنى لكم فرجه ممتعه، ورياض محرز متاكد 100% انه راح يكون اساسي بطبيعه الحال، وهذه المباراه مهمه جدا لنادي مانشستر سيتي وحتى لبيب غوارديولا بالخصوص، لانه حاليا يعني راه يحضر للفريق لكي يلعب بطولة يعني الدرع الخيرية والمباراة النهائية أمام نادي يعني ليستر سيتي. وأيضا رياض محرز متوقعين بشكل كبير جدا أنه راح يكون من اللاعبين الأساسيين في هذا اللقاء وحتى اللقاء القادم الرسمي يعني أمام نادي ليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية. على أي المباراة ستلعب زي المشاهدين على الساعة 6 وأيضا على قناة سيتي بلس. لحد الآن يعني ما راناش عارفين واش راح تنقل هذه المباراة على أبو ظبي الرياضية الأولى، يعني لأنه حتى المباراة الماضية نقلت بالتعليق العربي على القناة أبو ظبي الرياضية الأولى. لحد الآن ما كانش إعلان رسمي عن هل هذه القناة راح تبث لنا المباراة أم لا، ولكن إذا مشاهدين يعني قبل المباراة بساعة يعني تطلعوا هذه القناة ممكن أنها ستنشر لنا وستبث لنا عفوا هذه المباراة. على أي ننتقل الآن إلى الخبر الموالي، الخبر الموالي الذي يتعلق زي المشاهدين بخمسة لاعبين مهددين أن يستبعدوا وأن يعني يستبعدوا من طرف قائمة الكوتش جمال بالماضي في المستقبل القريب. يعني جمال بالماضي يعطي كل لاعب حقه، ولكن إذا اللاعب بيكون بدون نادي أو ما يكونش في الفورمة العالية لن يجد نفسه يعني في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري أو حتى قائمة المنتخب الوطني الجزائري. وأبرز دليل يعني اللاعب وهو ياسين إبراهيمي في الفترة الماضية، آخر مباراة لعبها المنتخب الوطني الجزائري لم يتواجد هذا اللاعب في قائمة الكوتش جمال بالماضي، وجمال بالماضي بنفسه صرح باللي أنه هذا اللاعب تعرض ل يعني المنافسة داخل الفريق، يعني كاين لاعبين راهم أكثر منه قادرين يقدموا الأكثر للفريق أفضل من ياسين إبراهيمي، فاللاعب كان بالنادي نتاعه ولكن ما كانش في ريتم المباريات ووجد لاعبين آخرين أفضل منه فاستدعاهم، ويعني لم يستدعي اللاعب الجزائري ياسين إبراهيمي. ولكن أعزائي المشاهدين عندنا حاليا خمسة لاعبين ما عندهمش حتى الأندية لحد الآن لم يحسموا وجهتهم إلى أين سينتقلون، وهؤلاء اللاعبين أعزائي المشاهدين مرشحين بقوة بأنهم لن يكونوا في قائمة الكوتش جمال بالماضي في الوقت الراهن، لانه اذا انتهى يعني سوق الانتقالات ولم يجد هؤلاء اللاعبين انديتهم فرسميا لن يتواجدوا في قائمه الكوتش جمال بالماضي. فحاليا هؤلاء اللاعبين مهددين، يعني كاين فرق بين مهددين ورسميا ما راحش يكونوا في قائمه الكوتش جمال بالماضي، فانا راني نقول مهددين بانهم ما راحش يكونوا في قائمه الكوتش جمال بالماضي. فعندنا خمسه اللاعبين، اللاعبين هم كل من يعني نبيل بن طالب، نبيل بن طالب يعني لا يوجد اي نادي لهذا اللاعب ولحد الان لم يجد النادي الذي سينتقل اليه، بينما ايضا عدلان قديورة الذي هو يعني مكانته رسميه في منتخب الوطن الجزائري بطبيعه الحال، للاسف الشديد مازال ما وجدش يعني الفريق الذي سينضم اليه، بينما ايضا عندنا لاعب ايضا اخر مهم وهو مهدي
طاهرات لحد الآن لم يعني يجد النادي الذي سيتعاقد معه، بينما أيضا عندنا أيوب عبد اللاوي هو أيضا من أحد اللاعبين الذي كان يستدعيهم الكوتش جمال بماضي وكان عطيهم ثقة كبيرة فوق أرضية الميدان، هو وأيضا عز الدين دوخة. يعني هذا الخماسي يعني لحد الآن مازال لم ينتقلوا في هذا السوق الانتقالات إلى أندية، فلهذا هم هؤلاء اللاعبين مهددين بأن يستبعدوا يعني من قائمة الكوتش جمال بلماضي. نبيل بن طالب عنده مدة طويلة لم يعني يستدعى من طرف الكوتش جمال بلماضي، لأنه هذا اللاعب كان بعيد كل البعد عن يعني اللياقة البدنية وأيضا عن رتم المباريات، فتهمش بشكل كبير مع نادي شالك وإلى آخره. ولكن إذا مشاهدين يعني اللاعبين اللي كانوا في قائمة الكوتش جمال بلماضي سابقا، كل من يعني عبد اللاوي وأيضا عز الدين دوخة وأيضا عدلان قديورة وطهرات، هؤلاء اللاعبين يعني راه مهددين بشكل أكبر من يعني نبيل بن طالب. فربي يجيب الخير، نتمنى لهم في أسرع وقت أن هؤلاء اللاعبين يجدون الأندية المناسبة لكي ينتقلوا إليها، فنتمنى لهم كل التوفيق. رغم أنه عندنا بدائل عديدة ما شاء الله، إلا أن هؤلاء اللاعبين يعني ماذا بينا يجوا للمنتخب الوطني الجزائري بهي دعموا المنتخب الوطني الجزائري. على أي ننتقل الآن إلى الخبر الموالي الذي يتعلق ببطولة كأس العرب، ولماذا المنتخب الوطني الجزائري المحلي حاليا في توتر كبير قبل انطلاق هذه البطولة. طبعا يا مشاهدين، منافسي المنتخب الوطني الجزائري في بطولة كأس العرب هما كل من مصر، السودان وجيبوتي. السودان وجيبوتي ممكن أننا راح نتغلب عليهم، ولكن يا مشاهدين مصر يعني منتخب قوي، منتخب مرعب بطبيعة الحال، لأننا راح نلعبه فقط باللاعب المحليين، والمنتخب يعني المصري فيه جميع اللاعبين يعني تقريبا لاعبين محليين يلعبون في البطولة المصرية. وأيضا هذا المنتخب المصري تفوق على منتخب أستراليا في طوكيو بطبيعة الحال في الأولمبياد سنة 2020 بطبيعة الحال، فاز وخسر أمام منتخب البرازيل، على أي فاز على أستراليا بهدفين دون رد. ولكن إذا مشاهدين هذا الشيء ليس مقلق، بل الشيء المقلق هو أنه يعني تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري المحلية أو يعني تشكيلة الكوتش مجيد بوقرة، يعني حاليا كل مره نسمع باللي انه لاعبين كثر، وفي كل ساعه رانا نسمع بانه لاعب يعني حذف من هذه التشكيله ومن قائمه مجيد بوقره بطبيعه الحال، لانه ذهب هؤلاء اللاعبين للاحتراف في اوروبا. نتمنى لهم كل التوفيق عندما سيذهبون الى اوروبا ويحترفون، ولكن من ناحيه المنتخب الوطني الجزائري راح تكون عندنا سلبيات كثيره. فعندنا اللاعب الاول اذا مشاهدين ادم زرقان خرج رسميا من بطوله كاس العرب ومن المنتخب الوطني الجزائري الذي سيشارك في هذه الطبعه، هو انتقل إلى شارلوروا البلجيكي، بينما أيضا حسام الدين غشة انتقل إلى أنطاليا سبور، وأيضا عبد القهار قادري حاليا هو في مفاوضات بين كورتري البلجيكي، وبعض الأخبار قالت بلي أنه هذه الصفقة تمت رسميا، بقي فقط الإعلان عنها. وأيضا ابن الأسطورة يعني وهو بشير بلومي، هذا اللاعب أيضا حاليا على أبواب يعني ريال سويسداد مثل ما أكدت لنا العديد من التقارير، بينما أيضا عندنا أمين عمورة، هذا اللاعب لاعب وفاق سطيف، هو أيضا عرض عليه عرض رسمي من الفرنسي بواحد مليون يورو، ولكن الإدارة حاليا في مفاوضات وتريد رفع السعر إلى 1.5 مليون يورو من أجل يعني ترك هذا اللاعب وتسريحه إلى نادي ميدز الفرنسي. فكما قلت لكم كل هؤلاء اللاعبين خرجوا رسميا من تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري المشاركة في بطولة كأس العرب. وأيضا عندنا العديد من اللاعبين الآخرين راح ينتقلوا للأسف الشديد، وهم مطلوبون من يعني الأندية الأوروبية للأسف الشديد. هذه الأخبار هي يعني إيجابية للاعبين، ماذا بهم يروحوا يحترفوا في المنتخب في الأندية الأوروبية وفي الدور الأوروبي، هذا الشيء يعني ونقطة إيجابية تعد لهم. ولكن رغم أنني متمني لهم الخير ومتمني لهم كل التوفيق، إلا المنتخب الوطني الجزائري راح تكون عنده العديد من النقاط السلبية للأسف الشديد. فالحل مثل ما أكدت لنا بعض التقارير الفترة الماضية، الحل يكمن في بطولة كأس العرب للشباب اللي شاركوا فيها بطبيعة الحال في مصر. يعني يمكن مجيد بوقرة أنه سيستدعي بعض اللاعبين من تشكيلة محمد لاسات التي شاركت في آخر طبعة لبطولة كأس العرب تحت 20 سنة. عندنا بعض اللاعبين مهاريين ما شاء الله عليهم، فممكن أنه سيستدعي مجيد بوقرة حوالي 3 لاعبين كحد أقصى على سبيل المثال. لحد الآن تبقى هذه فقط كلام صحف، ولكن يعني أرى بلي أنه مجيد بوقرة ما عندوش أي حل، يعني ممكن أنه سيلجأ إلى المنتخب الوطني الجزائري تحت 20 سنة، والله أعلم. على العموم نتمنوا لهم كل التوفيق، ستكون مفاجآت كبيرة وكثيرة في بطولة كأس العرب للمنتخب الأول في قطر بطبيعة الحال.
على أي ننتقل الآن إلى الخبر الموالي وآخر تحديثات سوق انتقالات نادي مانشستر سيتي. حاليا إذا مشاهدين جاك غريليتش يعني أعطى تلميح كبير باللي أنه لا يريد البقاء في نادي توتنهام ويريد الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي مثل ما أكد لنا فابريزيو رومانو هذا اللاعب. هاري كين يعني رسميا لم يعد يوم الاثنين هذا اليوم بطبيعة الحال إلى التدريبات مع فريقه نادي توتنهام، مما يؤكد لنا باللي أنه هذا اللاعب بدوره وهو الذي قرر عدم يعني العودة إلى التدريبات من أجل يعني حسم صفقته وأيضا ينتقل إلى نادي مانشستر سيتي. بينما أيضا نفس الشيء لجاك غريليتش، جاك غريليتش عاد إلى التدريبات ولكن هنالك تقارير أكدت باللي أنه إدارة نادي مانشستر سيتي يعني مطمئنة جدا باللي أنه هذا اللاعب سيتخذ القرار الصحيح هو قبول 100 مليون جنيه استرليني في هذه الصفقة التي ستحطم جميع الآفاق وجميع الأرقام القياسية كأغلى صفقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيقبل عرض نادي مانشستر سيتي. يعني الساعات القليلة القادمة هي اللي راح تفضح لنا كل شيء بشكل رسمي، فيجب علينا الانتظار. هذا كل ما يمكنني قوله، فكان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.